أخبار اليوم. على كل حال احنا شرف لنا ان رمضان اللي عاش معانا في البدايات ان هو نجم من نجوم مصر والنادي الاهلي وفرحانين جدا بوجوده. نجم تاني من نجوم الاهلي اتربى هنا بقى، وانا اللي كنت مكتشفه شخصيا كحارس مرمى عبد الكافي الحارس الثالث في نادي الاهلي، واتربى في الاكاديميه دي كام سنه؟ عارف ست سنين في الاكاديميه هنا اكثر ولا لا؟ وتقول ايه الاكاديميه بيبسي والاكاديميه دي؟ طبعا اقول ان دي ما شاء الله حاجه جميله جدا، وهي طبعا حققت لنا اهميه طبعا من الاطفال واحنا موجودين هنا، وتحقق احلام ناس كتير جدا ان شاء الله الفتره الجايه. شكرا على الكافي، اتمنى له هيكون حارس مرمى الثاني، ما اقدرش اقول الاول، هيبقى الثاني بعد كده عشان بس اما بالنسبه بقى للكابتن شناوي طلع معانا رحلات كتير، ويعني فعلا اعتقد هو اقدر ان هو يتكلم على رحلته مع بيبسي من البدايه. لا بشكر بس محمد طبعا وصحبه، انا بسم الله الرحمن الرحيم بشكر كل الناس اللي موجوده ورب الله الامان المشروع، واتخرجت من مشروع بيبسي ورحت نادي مصر ونادي مصر الزمالك، اكيد ده كبيره في حياتي وسافرت كتير طبعا، سفرات خارجيه كتير. وش هو التاني هو؟ كان عارف وش ايه؟ ان شاء الله المزيد كده تألق، ودايما تبقى بيبسي فوق وان شاء الله اتمنى كل لنا كده في مصر كلها ان شاء الله. يعني ده الكلام مع اليوم برضه على اليوم ده. في نجم تاني قعد كام سنه؟ ابراهيم حسن كام سنه في الاكاديميه؟ طبعا لا انا قعدت كتير في نادي جوه مستوى الدرس، طبعا انا مش مسميه انا جاي ديت النهارده، ده البيت اللي انا اتربيت فيه من يوم ما اتولدت، طبعا وقعدت كتير جدا هنا وكنت بلعب في النادي، والحمد لله يعني ان النادي هو اللي سبب ليا ان انا اكون في نادي الاسماعيلي ومنتخب مصر. برضه هو طبعا نجم الاهلي ونجم مصر وكابتن محمود تريزيجيه، هو في المعسكر واحنا فاضيين ظروفه، نسلمه لعبد الكافي نادي الاهلي ده بتاع تريزيجيه.